برضو قرار آخر اتخذتوه هو 4000 جنيه وأسبوع يعني وأسبوع إغلاق للمحلات والمقاهي التي تخالف ماذا يا سيادة المستشار؟ اللي هتخالف حاجتين، لو خالفت يوم راس السنه وعملت حفله، لان الحفلات في يوم راس السنه اصبحت محظوره في كل الفنادق ايا كان جهه تبعيه هذه الفنادق حكوميه ام خاصه او النوادي او اي جهه، الحفلات اصبحت محظوره في هذه الليله في كل الفنادق، في كل الفنادق كافه ايا كانت جهتها حكوميه خاصه تابعه لجهه معينه، كل الفنادق كل الفنادق الموجودة في جمهورية مصر العربية أصبح محظورا عليها إقامة أي احتفالات، أي مظاهر احتفالية في ليلة رأس السنة. نفس الأمر ينطبق على النوادي الاجتماعية، نفس الأمر ينطبق على المطاعم والمقاهي. فدي أول مخالفة ممكن المطعم أو المقهى يتم تغريمه بسببها وإغلاقه، وهي إذا أقام حفلة في ليلة رأس السنة فيتم تغريمه 4000 جنيه وإغلاقه لمدة أسبوع. طيب لو تم اغلاقه وبعد الاسبوع اعاد الفتح وارتكب مخالفه ثانيه، المخالفه الثانيه ممكن تكون ايه؟ ممكن تكون انه تجاوز نسبه ال 50% اشغال او قدم شيشه، لان الشيشه ما زالت محظوره. في هذه الحاله يتم تغريمه 4000 جنيه اخرى ومضاعفه مده الغلق، المره الاولى اغلقناه اسبوع، في المره الثانيه هيغلق لمده اسبوعين. وده بينطبق على الفنادق ايضا؟ ده ينطبق على الفنادق، لا الفنادق كمان فيها إجراء أكثر قسوة وشدة، لأن الفنادق التصريح الخاص بتشغيلها هو تصريح سياحي، وسلطات وزير السياحة إغلاق الفندق لمدة شهر، ومن سلطاته أيضا سحب ترخيص الفندق. طيب النوادي بقى، هل هذا ينطبق على النوادي؟ لأن في بصراحة نوادي تابعة لجهات مختلفة، مش كل النوادي تابعة للدولة، كل جهة عندنا في مصر لها نادي، المهندسين، الصحفيين، الأطباء يعني، والقضاء غيره وغيرهم، كل جهة بقى لها نوادي. هل هذه القواعد تطبق على كافة النوادي؟ وأنا هنا بسأل عن العدالة في تطبيق القواعد يا سيادة المستشار. طبعا العدالة هتكون موجودة ومطبقة، لن يكون هناك أي استثناءات لأي جهة، أي جهة يتبعها نادي أيا كان هذا النادي وأيا كانت هذه الجهة، يشملها قرار رئيس الوزراء بحظر إقامة الاحتفالات والفعاليات في ليلة رأس السنة، والمخالف لقرار رئيس الوزراء سيتوقع عليه العقوبة إذا كان نادي سيتم إغلاقه لفترة معينة تحددها المحليات، وتغريمه أيضا، وربما ننظر في اتخاذ إجراءات مجلس إدارة.